خبر حابين نعرف عنه تفاصيل أكتر. تنظم الإدارة المركزية للحجر الزراعي بالتعاون مع المجلس التصدير للحاصلات الزراعية المؤتمر السنوي الأول بمحافظة أسيوط غدا الخميس. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف دكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري. ألو، صباح الخير دكتور. ألو دكتور أحمد. طيب نرجع نحاول نتصل بدكتور أحمد تاني. طيب مشاهدينا، خلونا نطلع نشوف تقرير عن استمرار لجهود القوات المسلحة في دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية. احتفلت القوات البحرية بتدشين الغواصة الرابعة من طراز ألمانية الصنع، والتي جديد ستنضم قريبا إلى ترسانة القوات البحرية، بالذكر أن الغواصة تم بناؤها بترسانة بشركة بمدينة كيل الألمانية. خلونا مشاهدينا قبل ما نطلع نشوف تقرير عن هذا الخبر، نرجع معنا التليفون الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري. ألو، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير. صباح الخير، أهلا بحضرتك يا دكتور. الحقيقة احنا كان يعني معنا الخبر، فحابين نعرف من حضرتك، ناخد فكرة عن المؤتمر طبعا وأهميته، ودايما لما بيكون في هذه المؤتمرات بنعرف برضو أيضا الهدف منها، فحضرتك فدنا بدا أكتر يعني. طبعا حضراتكم عارفين كلكم ان اهميه الرمان المصري، وان هو احد اهم الصادرات الزراعيه من الفاكهه، من محصول الفاكهه بيجي ترتيبه بعد الموالح على طول في الفاكهه هو والعنب. بنصدر كل سنه ما يزيد عن 120 او 130 الف طن كل سنه. طبعا الرمان مركزه او اهم مكان في مصر بينتج الرمان وبيصدره هو محافظه اسيوط. فاحنا طبعا حبينا ان احنا نعمل مؤتمر في اسيوط، مقر او في مركز تصدير الرمان في مصر، علشان نشوف مشاكل المصدرين ونشوف مشاكل المزارعين ونحاول نحلها، وفي نفس الوقت نطلع على المنظومه الجديده اللي احنا نفذناها لاول مره، وهي منظومه الجي بي اس وتكويد المزارع باستخدام الجي بي اس واستخدام الاقمار الصناعيه، واللي كان تطبيقها اول مره على محصول الرمان. هو احنا اول محصول نطبق عليه منظومه الجي بي اس او التكويد باستخدام الجي بي اس والاقمار الصناعيه كان محصول الرمان. فاحنا حبينا نشوف نتائج هذا التكويد ونتائج هذه العمليه على ارض الواقع، ونعرض النجاحات اللي تمت في الموضوع، ونشوف برضو التحديات اللي موجوده علشان نسهل اكتر ونحاول نناقشه التصدير في اسيوط. طيب حضرتك ذكرت يا دكتور ان يعني في اللي هو التطبيق نظم التتبع للمنتجات المصريه طبعا هو عن طريق جي بي اس زي ما حضرتك اوضحت، حابين نعرف برضو يعني اهميه هذا النظام في الوقت الحالي. طبعا نظام التتبع هو نظام علشان نبقى عارفين مصدر الشحنه فين، يعني منين، يعني عايزين من خلال نظام التتبع بنقدر نعرف الشحنه اللي مصدرها جاي من انهي مزرعه بالظبط. فلو حصل اي مشكله وتم رفض هذه الشحنه بره، فبنقدر نرجع للمزرعه اللي صدرت منها الشحنه، ونشوف ايه المشكله اللي في المزرعه دي ونحاول نعالجها عشان نتجنب حدوث ذلك مره اخرى. نظام التتبع هو يعتبر احد المتطلبات العالميه دلوقتي في التصدير، ومعظم الدول بتشترط وجود نظام تتبع علشان نصدر لها منتجاتنا. فاحنا طبعا نفذنا هذا النظام في 5 محاصيل زراعيه من ضمنهم الرمان، وبدانا نستخدم زي ما قلت فيما يخص الرمان استخدمنا الاقمار الصناعيه والجي بي اس في نظام التتبع. طيب خليني برضو يعني حضرتك تشاركنا ايضا دكتور احمد بطبعا الاسواق الجديده اللي تم يعني فتحها امام المنتجات الزراعيه المصريه، عايزين برضو ناخد فكره عن الاسواق الجديده عشان مشاهدينا يكونوا على درايه اكتر. احنا في خلال 2018 و19 و8 شهور بتوع 2020 فتحنا ما يزيد عن 38 سوق جديد. طبعا فتحنا خلال الثمان شهور بس بتوع 2020 فتحنا حوالي 8 اسواق، من ضمنهم نيوزيلندا للموالح، واستراليا للبلح، والبرازيل للموالح، والارجنتين للموالح. يعني الحمد لله احنا شغالين فيما يخص فتح الاسواق بجديه جدا، والملف ده من اهم الملفات اللي احنا شغالين فيها فتح الاسواق، لانه طبعا نظرا لاهميته احنا عارفين ان فتح السوق بيدي سمعه
ثقه في الصادرات الزراعيه المصريه للدول الاخرى حتى اللي احنا بنصدر لها، وده بيزود الصادرات ويعكس مدى ثقه الدول الاجنبيه في المنتجات المصريه. طيب دكتور احمد، حضرتك عارف طبعا ان احنا يعني لسه ما زلنا يعني في جائحه كورونا، وان شاء الله تعدي هذه الازمه على خير، وطبعا قطاعات كتير قوي اتاثرت بهذا، ولكن بيبقى في بعض القطاعات بتحاول انها يعني تبقى يعني بس بتبقى النسبه اقل شويه عن ما سبق، فحابين نعرف برضو يعني تاثر الصادرات المصريه في ظل هذه الجائحه. يعني طبعا زي ما شفنا جائحه كورونا اثرت على الأزمة بتاعت انتشار فيروس كورونا، أثرت على دول العالم كلها، ومن أكبر الدول في العالم، يعني من أكبر الدول في العالم اتأثرت بفيروس كورونا، وأكبر اقتصاديات في العالم توقفت ووقفت عاجزة أمام فيروس كورونا. لكن الحمد لله إحنا في مصر بخصوص مجال التصدير الزراعي إحنا قدرنا نقف ونتصدى لهذه الجائحة، واتخذنا الإجراءات الوقائية اللازمة، واشتغلنا ما توقفناش يوم ولا توقفنا لحظة واحدة عن العمل، وفضلنا شغالين حتى في زيادة الجائحة، بنشتغل 24 ساعة، مفتشين الحجر الزراعي، بيفحصوا المزارع والمحطات والمراكز التعبئة عشان يفحصوا المنتجات المصدرة والمستوردة، وبالتالي ما وقفناش خالص على مدار ال 24 ساعة، شغالين من أول يوم في الأزمة حتى الآن. وده طبعا ساعد على ان احنا نقدر نحافظ على سمعه الصادرات الزراعيه المصريه، ونحافظ على مستوى التصدير المصري، ونقدر نقلل الخسائر الى اقصى درجه فيما يخص ازمه كورونا في مجال التصدير الزراعي. تمام. هو طيب دكتور برضو يعني حضرتك شاركنا بنقطة ان طبعا انت عارف حضرتك زي ما احنا يعني اكتمالا لكلام حضرتك في موضوع جائحة كورونا، طبعا حابين نعرف طبعا اهم الاجراءات اللي كانت بتتخذ الاحترازية طبعا من كمان خصوصا الواردات الزراعية، فحابين برضو حضرتك تناقشنا في هذا عشان مشاهدينا دايما يبقوا مطمنين لحاجة زي كده. لا، هو الناس تطمن فيما يخص الواردات الزراعية، احنا بنفحص كل الواردات الزراعية اللي بتدخل مصر، مفيش اي شحنه تدخل مصر الا بيتم فحصها فحص دقيق من الحجر الزراعي في المواني، المهندسين بتوعنا متواجدين في كل المواني والمنافذ البريه والبحريه والجويه على مستوى الجمهوريه، وعايز اقول ان فيروس كورونا اصلا ما بيجيش على المنتجات الزراعيه، يعني لم يثبت ابدا ان في منتج زراعي بيكون قابل للاصابه بفيروس كورونا او نقل العدوى بفيروس كورونا من خلال المنتج الزراعي. فالناس تطمن، والحمد لله احنا صادراتنا بخير، وارداتنا بخير، وصادراتنا برضه بخير، والحجر الزراعي بيتصدى لاي شحنه من الخارج بيكون فيها اي مخالفه، وبيتم اعدامها او اعاده تصديرها مره اخرى. فالناس احنا عايزين نطمن الناس ان كل الواردات الزراعيه المصريه ما بيدخلش منها مصر الا اللي هي سليمه 100%، لو اي شحنه فيها اي مشكله بيتم رفضها او اعاده تصديرها مره اخرى. طيب يعني الحقيقه دكتور يعني طبعا انا اسف على الاطاله، ولكن طبعا حضرتك عارف ان يعني حفاظا على مستوى المنتج المصري هو ده كمان اللي بيزود ثقه العميل اكتر، فحابين نعرف برضو من حضرتك هل في متابعه للشركات المصدره علشان يعني المنتج يوصل كامل زي ما خرج؟ يعني في متابعه للشركات المصدره ايه يا فندم؟ المنتج المصري طبعا في الصادرات لازم يكون يعني ذو جوده عاليه علشان الناس تكون اكثر امانا بيه، فهل في متابعه للشركات المصدره؟ ايوه طبعا، احنا عشان نصدر اي منتج لازم يكون المنتج ده مطابق للمواصفات العالميه، ولازم يكون مطابق لاشتراطات الدول اللي بتستورد مننا، فاي شركه عايزه تصدر احنا بنتابعها وبنشوف مستنداتها وبنفحص المنتجات بتاعتها، ونضمن ان كافه المنتجات الزراعيه المصريه المصدره تكون مطابقه للاشتراطات العالميه واشتراطات الدول المستورده. وهل الشركات لما يعني بتتخذ اجراء اخر بيبقى فيها عقوبات ليها برضه يا دكتور؟ طبعا في اي شركه بتخالف احنا يعني بنرصد هذه المخالفه وبناخد الاجراء اللازم ضدها. في شركات كتير تم ايقافها عن التصدير، وفي شركات تم احالتها للنيابه العامه بسبب التلاعب في بعض المستندات الخاصه بالحجر الزراعي. كل يعني اي اجراء باي شركه بتكون بالتلاعب فبيتم اتخاذ الاجراء المناسب لها، بيبدا الاجراء ده من الانذار او من خلال ايقاف التصدير، ايقاف عن التصدير او الاحاله الى النيابه في حاله لو كان في تزوير في اي مستند من مستندات الحجر الزراعي.
يعني هو الحقيقه طبعا يا دكتور جهد مشكور حضراتكم بتقوموا بيه، واحنا طبعا يعني لامسين كل ده والمواطنين لامسين كل ده، وان شاء الله نرى الافضل والافضل في الفتره اللي جايه وتنتهي ازمه كورونا على خير وترجع كل حاجه لطبيعتها واكتر كمان ان شاء الله. بشكرك جدا دكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. مشاهدينا